مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لوكيشن. النهارده معانا اول خبر من العاصمه الاداريه الجديده. وزير خارجيه صربيا يزور العاصمه الاداريه الجديده ويسجل اعجابه الشديد بحجم الاعمال المنفذه على ارض الواقع. استقبل اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه وفد من جمهوريه صربيا برئاسه نيكولا سيلوكوفيتش وزير خارجيه جمهوريه صربيا. وبدات الزياره بعرض تقديمي عن العاصمه الاداريه الجديده واهم المشاريع المقامه فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفه والشركات المصريه التي تسهم في انجاز المشروع، كما تطرق النقاش الى دراسه انتقال سفاره جمهوريه صربيا الى الحي الدبلوماسي بالعاصمه الاداريه الجديده. وقام وفد جمهوريه صربيا بزياره مبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائيه. ومكملين من العاصمة الإدارية، المجلس الأعلى للإعلام اللي صدر قرار بتنظيم الإعلانات اللي بتنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة. اشترط القرار عدم بث أو نشر إعلانات تتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بده من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. وقال بيان المجلس الأعلى للإعلام أن القرار صدر بعد كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء. كده تكون خلصت أخبارنا، خلونا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعا ما فيش أي شك إن البيت أكتر من مجرد ديزاين جميل أو ديكورات موجودة، إنما كمان طاقة المكان بيكون ليها مردود كبير جدا على الناس اللي عايشة فيه. ده هنشوفه دلوقتي معاكم مع ضيفتنا المهندس سليم حمودة. مساء الخير. مساء الفل. طبعا احنا عايزين نتكلم بقى عن النهاردة الهندسة بشكل مختلف شوية. خلينا نتكلم إزاي الطاقة ممكن تأثر على الناس اللي عايشين في البيت. زي ما قلتي بالظبط، أنا أهم حاجة هي طاقة المكان اللي هو هيبقى فيه الناس اللي هتسكن، فأنا بيهمني الناس اللي ساكنة والطاقة اللي هتبقى محيطة بيهم. فده في التصميم بنقدر نتحكم فيه عن طريق عناصر كتيرة جدا اللي بتأثر في طاقة المكان. طب ايه شكل العناصر دي؟ خلينا نقول بصي، هي العناصر كتير، يعني العناصر بتبدأ من يعني الأسقف، الألوان، في سايكولوجي للألوان اسمها color psychology، دي يعني لأن كل لون بيدينا طاقة معينة. الأسقف، التهوية، الكروس فنتيليشن، مش بس تهوية عادية، يعني إن احنا نعمل مسارات للهواء في البيت. في إيه تاني؟ يعني الأشكال، يعني كل حاجة وشكلها. وكمان ممكن الحاجات اللي ليها علاقة بالناس اللي ساكنة، يعني مثلا حاجة حد مامته مديها له، حاجة صورة هو بتفرق معاه، بتفرق في طاقته، يعني كلها لازم تكون هي حكاية. كنت يعني تتكلمي معي من شوية باشمهندسة على طاقة، يعني روح المكان. خلينا نقول بالزبط. ازاي روح المكان ممكن تبقى شبه الناس اكتر من ان هي تبقى شبه مهندس الديكور اللي عامل المكان؟ قولي لي اكتر كده. انا كنت بقول لك فعلا النقطه دي بالذات، انه لو انا في الاخر الكرياتيفيتي بتاعتي اكيد هتبقى ليميتد في حته، او ممكن يبقى مثلا اللي يخش المكان يحس انه ممكن ده يكون ريم عاملاه او كده، بس في الاخر ليميتد. اللي بيخليه بيتغير هما الناس، لان الناس بيدوكي اضافه كبيره جدا، روحهم بتبقى في المكان. ما ينفعش المكان يسكنوه وهو يبقى بيتي انا، يعني فهم لازم يكونوا إضافة، يعني هم يعني أنا لازم أحترم الحاجات اللي هم عايزين يضيفوها والباك جراوند بتاعهم وهم إيه اللي بيهتموا بيه. حد بيحب يقرأ فلازم يبقى عنده مكتبة فظيعة، ما أقولش لا دي هتكركب المكان مثلا. حد عنده صور والصور دي فارقة معاه، حد عنده عيال صغيرين، يعني كل الحاجات دي بتفرق جدا في الطاقه بتاعه المكان اللي بتحيط باللي ساكن في البيت. يعني طيب نرجع بقى تاني للالوان. ايه الالوان اللي ممكن تدينا طاقه في المكان او تخلينا نحس انه لا دي في كده طاقه ايجابيه موجوده حوالينا؟ بصي، هو كل مكان المفروض ليه سايكولوجي بتاعه الالوان بتاعته. أوكي. يعني مثلا اللي هعمله في اوضه المعيشه مش هو نفسه اللي هيبقى في اوضه النوم. اللي هعمله مثلا في الدايننج وأوضة السفرة مختلف برضو عن أوضة النوم، أوضة المذاكرة مختلفة. كل لون بيعمل ذبذبات وطاقات معينة
للمكان بتاعه. أوكي. مثلا فور اكزامبل لو قلنا اوضه السفره مثلا، اللون الاحمر ومشتقات الالوان السخنه يعني دي بتفرق جدا، لان هي بتحفز عندنا ان احنا نبقى عايزين ناكل، بتفتح الشهيه، بتخلينا اكتر يعني هايبر. خلينا هايبر بالظبط. اللون الاورنج مثلا زي اللي انت لابساه بيعمل بهجه، فبيبقى حلو في اوضه المعيشه، بيبقى كده فلون مبهج مثلا. لكن مثلا يجي في اوضه النوم الموضوع بقى روقان وسكينه، فمحتاج نبقى زي بصي هي الحاجات بتتاخد من الطبيعه والبيئه اللي احنا عايشين فيها واللي ربنا عاملها لنا. يعني مثلا اكتر حاجه ربنا عاملها لنا السماء، واللي هو الازرق والاخضر والاصفر، يعني كل الالوان اللي هي كده الايرث كولرز دي ممكن تبقى حلوه في اوضه النوم. ان احنا ممكن تبقى حاجه كده محتاجه سكون في اي الوان كولرز، يعني اي الوان الازرق تبقى في المطبخ. خلينا نقول في المطبخ برضو ممكن تعملي تاني الالوان اللي هي فيها يعني برضو حاجه علشان الاكل يعني. بس احنا طبعا معظم دلوقتي بقينا بندهن ساعات حيطه في المطبخ، ممكن نعمل وول بيبر في المطبخ تبقى حاجه فيها حته كده مثلا لو هنقعد ناكل فيها او بتاع، بتبقى مختلفه عن الحته الثانيه اللي احنا محتاجين فيها هاي هايجين وعايزه تتعمل بطريقه مثلا فيها رخام او جرانيت او انواع كوريانز او هارد يعني تكستشرز. فكل الحاجات دي يعني بتفرق جدا في الطاقه. طيب خلينا نتكلم في التهويه مثلا، هل التهويه ممكن تغير حاجه في الطاقه؟ التهويه دي بتفرق معايا مثلا لما بدخل بيت ما بيكونش سقفه عالي، ما اعملش سقف ساقط بقى واوطي. ليه؟ لان التهويه انت دايما الهواء السخن بيطلع فوق والهواء الساقع تحت، فكل ما كان الحيز والفوليوم بتاع المكان عالي كل ما كان فيه تهويه طبيعيه تحصل احسن. وتقدري بقى لو عندك مثلا شباك في الشمال وتفتحي تاني شباك في الجنوب فيحصل كروس فنتيليشن، فيحصل حركه يعني تهويه طبيعيه احسن من لما يبقى فيه طول الوقت التكييفات. طبعا ما بنستغناش عن التكييفات يعني، بس برضو التكييف مش هيلثي قوي زي الحاجات الطبيعيه يعني. بالنسبه للطاقه، اهالينا زمان كانوا دايما يحاولوا يسيبوا الشبابيك مفتوحه علشان نور الشمس يدخل لنا على قد ما نقدر، وكانوا يفتحوا مثلا باب وشباك فتحسي ان في تيار هواء كده مش طبيعي. فهو يعني كل ما قدرنا نعمل كده كل طلع ده بيفرق فعلا يا دكتور. طب انا عايزه اقول لك حاجه كمان كانت بتفرق بمناسبه الطاقه. اهالي جدودنا كان في دواليبهم يعني ما كنتيش تلاقي المرايات في اوضه النوم محطوطه كده، كان تفتحي الدولاب يبقى في الدولاب في باب الدولاب، لان الطاقه بتاعه المرايه في اوضه النوم مش صح. يعني مش المفروض ان يبقى في ريفلكشن للمرايه طول الوقت وانت نايمه. لكن عكسه بالظبط في اوضه السفره، لما بتحطي مرايه كبيره وتعكس الخير والاكل والناس وكده احلى بكتير. يعني دي طاقتها بوزيتيف عن لما بتحطيها في اوضه النوم بس. هي الفكره بقى ان دلوقتي في كذا علم بقى بيتكلم على الطاقه، وفي دلوقتي اجهزه عشان تقيس الطاقه. انا بصي في كذا نوع من العلوم في موضوع الطاقات دي، يعني مثلا في الفون شوي وده علم صيني قديم قوي، في علم هندي في الموضوع ده، في برضو انا بقى ماشيه مع البايو جيومتري اللي اتعلمته على ايد استاذي ودكتوري الجميل دكتور محمد الصاوي. هو بايو جيومتري انستراكتور والفاوندر ابراهيم دكتور ابراهيم كريم. هم بقالوا مثلا بقالهم 13 سنه بيدرسوا الماده دي، لان كان براءه الاختراع في 92 وعملوا اجهزه كمان للقياسات دي، وفي تسهيلات ان احنا دلوقتي نقدر نعرف بطريقه اسهل انه طاقه المكان ده ايه. احنا مره رحنا نقيس مكان كان فيه مثلا طاقه خامله، يعني الناس بتشتكي ان المكان مش نشطه كده، ما فيهوش نشاط وكده، فكان ناقصه ذبذبات لون مثلا يعني، فاهمه؟ تقدري بالالوان وعملتوا الاضافه دي واتغيرت الموضوع. فيعني فكل حاجه دلوقتي ليها حلها، يمكن في وقت الفون شوي ليه حلول تاني بطريقه تانية. بس انا بحب اللي هو مور فيزيكس شويه، كل حاجه مفسره بالماثيماتكس والارقام والفيزيكس اكتر في البايو جيومتري، فعشان كده اقرب لي يعني. طيب باشمهندس، لو غيرنا مثلا شكل
حاجه معينه في الاوضه، يعني جيومتريكال خلينا نقول، او شكل اساس معين، الفرش بتاعها هيبقى شكله مختلف، ده بيفرق في الطاقه؟ اه برافو عليكي. بصي الحاجات مثلا لو انا نايمه جنب حاجه فيها حاجه مدببه، يعني الكومود مثلا قريب مني وفي كورنر مدبب، ده ما بيطلعش طاقه مظبوطه، يعني احسن تبقى حاجات راوندد فعلا. اه الحاجات الراوندد يعني ما نتعرضش لحاجات ادجت كده قوي طول الوقت. كاميرا مش المفروض اقعد تحت كاميرا طول الوقت، بس ليها حل بقى، اقدر ان انا اعمل سقف ساقط في الحته دي. لو انا مش هقدر اعمل سقف ساقط وهي الكاميرا مثلا معديه فوق السرير، ممكن بطريقه بسيطه قوي قماش، عارفه اعملها بطريقه كده كان فوق السرير في حاجه قماش تاخد يعني تضيع الشاربنس بتاعه الكاميرا. ففي حلول لطيفه، في منها الحاجات اللي هي الجامده، وفي حاجات ممكن نعملها بتولز بسيطه يعني واشكال. طيب احنا كده نبقى اتكلمنا على الالوان ازاي ممكن تقلل الطاقه السلبيه خلينا نقول في المكان، واتكلمنا على الشكل الجيومتريكال للحاجات لاي حاجه اكسسوارز حوالينا، ايه تاني؟ بصي الاشكال كمان ليها طاقات، يعني مثلا عايزه اقول لك الشكل الهرمي. الشكل الهرمي في كذا تجربه اتعملت، وكان في واحد سويسري كان عمل تجربه على موس حلاقه، حطه في التلت الاخير بتاع الهرم وسابه، والموس ما بيحصلوش حاجه لانه هو بيحافظ على الحاجات. ويمكن ده يرجعنا تاني لعلم التحنيط، انه لما قدماء المصريين يعني حبوا يختاروا شكل كان الهرمي لانه ساعدهم على التحنيط. فكل حاجه شكلها بيخدمها. التخمير مثلا اللي هم الحاجات اللي هي مدوره اللي بيخمروا فيه، لو مربعه لا ما تنفعش. فكل حاجه ليها طاقتها، واكتر حاجه بقى الطاقه اللي احنا المفروض الناس كلها بقى تبقى يعني طاقتها حلوه، الميه. انت كنت قايله لي حاجه على الميه كده، قولي لي بقى اكتشفوا ايه في الميه. المايه في كده في عالم ياباني اسمه ايموتو، ده كان عمل كتاب اسمه مسج فروم ووتر، والكتاب ده كان بيتكلم عن قد ايه الكريستلز بتاعه المايه بتتغير بالكلام الكويس، بتتغير بالطاقه البوزيتيف. فعمل تجربه لطيفه جدا، جاب 3 بوتس وحط في كل بوت مايه ورز. اوكي. وبقى في بوت يكلمه كل يوم يصبح عليه ويقول له ثانك يو، ويقول له كل الكلام اللي فيه كلام حلو ويعني بوزيتيف ايجابي، والبوت الثاني بقى يقول له كلام كله نيجاتيفيتي وحاجات كده، والبوت الثالث اهمله خالص. الغريب من التجربه ان اللي اهمل يعني اوحش حاجه، تعفن بقى وحاجات كده، واللي هو كان بيتقال له الكلام اللي هو فيه طاقات سلبيه اسود، واللي هو اللي كان بيتقال له كل الحاجات اللي فيها حاجات كويسه ده فضل ابيض، يعني الرز اللي فيه. فده يعني شوفي بقى احنا 70% من جسمنا ميه، الكون 70% منه ميه، فيعني شوفي بقى يعني واي حد يقدر يقول يعني ان الكريستلز كان شكلها مختلف كمان لما عملوا التجربه بس على الميه. طيب باشمهندسة بقى، بما اننا الفترة اللي جاية هندخل على المدارس والمذاكرة، فخلينا نقول كده ازاي ممكن نخلي اوضة المذاكرة فيها طاقة يعني ايجابية؟ بصي انا بحب اوضة المذاكرة تبقى لونها اصفر، عشان دي بتعمل تحفيز كده للغدد ان هي تبقى نشطة وان هي تكون في التركيز، يعني غدد التركيز. فاللون الاصفر بيساعد جدا، زائد بقى ان احنا نقلل الكركبة، يعني كل ما كانت الحاجات مش متكركبه كده وزحمه والاوضه مرتاحه وفيها سيركيليشن الهواء كويس، كل ما كانت مريحه. بلس طبعا مكان بقى المكتب ما يكونش مثلا في نفس يعني عارفه توظيفه الاشياء في الاوضه. انا لسه عايزه اجيلك في الحته دي، بس يعني احنا مبدئيا نحاول نحافظ على اللون الاصفر في اوضه المذاكره، والروقان يعني ما يكونش الدنيا مكعبشه بقى والشرابات مرميه على كده والغسيل مش عارف لسه هنطبقه، لا يعني نعمل مود برضو للاطفال كويس، عشان هو كل ده بيأثر فيهم واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا، يعني احنا فاكرين بقى ان احنا هل في اضاءه معينه مثلا من وجهه نظرك؟ الاضاءه طبعا الاضاءه عموما من الحاجات المهمه، يعني الاضاءه اصلا حتى في الطاقه برضو احنا لازم يعني من احسن الحاجات ان يبقى عندك دايركت وان دايركت لايتنج في البيت، بلس طبعا الاضاءه الطبيعيه. بس طبعا الاضاءه الطبيعيه مش في كل وقت يعني،
بس من اهم الحاجات ان احنا نقدر يبقى عندنا تحكم في الاضاءه، يعني ما تبقاش دايما عاليه وما تبقاش هاديه وما تبقاش، يعني مثلا الاضاءه في اوضه الولاد البيضه للمذاكره احسن، لكن في الصالون والحتت الرايقه والحتت اللي احنا عايزين نعمل فيها يعني كده تبقى مودي وحاجه كده فيها جو رايق، الاضاءه الصفراء. ودايما الميكس بيبقى حلو بين الابيض والاصفر in a way، بس اوضه الولاد الاضاءه البيضاء بالنسبه لهم تكون. والحلو ان اللون الاصفر مناسب للبنات وللاولاد، مش هيبقى فيه محايد. فادوها اصفر بقى نحطها. طيب عايز اعرف بقى من حضرتك ازاي ترتيب الاساس ممكن يفرق في تذاب الطاقه؟ بصي، ترتيب الاساس هو اهم حاجه تبقى فيه سيركيليشن، يعني ايه؟ ما نجيبش، يعني على حسب المكان ندرسه زي ما قلت لك، يعني احنا اول حاجه طبعا بناخد البلان بنبص عليه بنبتدي نفرش ونبتدي نقول للناس انتوا محتاجين كنبه وكرسي وبنكات بس، ومثلا وترابيزه سفره بس، المكان مش مستحمل اكتر من كده. هم عاده بقى يا حرام الناس بتكون لا ده ايه ده انا كنت فاكر انا عجبني كنبتين ومش عارف ايه وبنكات فلا هو المكان ما ياخدش اكتر من كده. فهو لازم النسب تتظبط اول حاجه على البلان، انه الفرش يكون يعني على قد المكان، ويكون يعني لما ننزل ما نشوفش الحاجه بره الحيز اللي احنا فيه، يعني ما يعجبكيش كرسي ضخم جدا وهو مش ماشي، الطقم ده مش هيمشي في المكان ده. ولو عاجبك قوي يبقى مش تاخدي الكنبه والكرسي، يمكن تاخدي بس الفوتوي او هتاخدي الكنبه بس من غير الكراسي. فهي مينلي اللي بيأثر قوي في الفرش هو تكدسه، يعني فاهمه انه كل ما خليتي فيه سبيس وكل ما خليتي فيه سيركيليشن هواء والطاقه تقدر تمشي وتلف وتضيفي الحاجات والالوان والاكسسوارز اللي تديكي الطاقه الكويسه كل ما كان انسب. يعني مبسوطين جدا ان حضرتك كنتي معانا النهارده. ميرسي، انا مبسوطه اكتر. يعني فعلا لا الموضوع من ادج تاني خالص، يعني الهندسه بشكل مختلف شويه. اشكرك جدا يا باشمهندس. ميرسي، ميرسي ليكوا قوي. خلونا نطلع فاصل سريع جدا وراجعين لكم تاني. رجعنا لكم مره تانية وهنتكلم في فقرتنا دي عن مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصه بالتمويل العقاري بفائده 3%. طبعا مفيش اي شك ان الترند دلوقتي في مصر كلها هو المبادره، ازاي ممكن نستفيد منها وايه شروطها وازاي اقدم لو لقيت شقه مناسبه في مكان كويس. كل ده هنعرفه مع ضيفنا الاستاذ ايمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركه الاولى للتمويل العقاري. مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. طبعا مبادره سياده الرئيس عامله يعني صدى كبير جدا الفتره دي في السوق. عايز اعرف من حضرتك ايه رايك؟ بس حضرتك انا دايما بقولها ده كان الحلم اللي كل اللي بيشتغلوا في مجال التمويل العقاري بيحلموه. بمعنى ايه؟ احنا طول عمرنا بنشتغل تمويل عقاري 13% 14% انها تبقى 3 ده رقم يعني ما كناش نتوقعه. عشان اقولها لك باختصار، الفرق ما بين الفائده العاديه اللي هي 13 و14% وال3 ان القسط تقريبا بتاع ال 13% ضعف مرتين ونص القسط بتاع ال3. فاللي كان هيدفع في التمويل العقاري العادي 1000 جنيه قسط هيدفع 400 لنفس المبلغ في المبادره الجديده، فالفرق طبعا كبير جدا. طيب بالنسبه لشركات التمويل العقاري ازاي ممكن تستفيد من حاجه زي كده؟ طبعا احنا شغالين في المبادره بتاعه البنك المركزي من ساعه ما بدات من 2014. يمكن الشركات دايما بتبدا متاخره شويه عن البنوك لان بيبقى فيه دايما وسيط بيننا وبين البنك المركزي علشان التمويل. بتتأخر حاجة بسيطة، أعتقد إن المرة دي مش تأخر قوي، يعني البنوك بدأت، إحنا أعتقد إن إحنا في خلال شهر بكثير أو شهرين هتكون شركات التمويل العقاري بدأت في المبادرة. طبعًا استفدنا جدًا، هقول لحضرتك باختصار شركتنا عندنا إحنا مولين تقريبًا ما يوازي 800 مليون جنيه بس لمبادرة محدودي الدخل. فده رقم مش قليل، لو دول مش موجودين كمبادرة أنا محفظتي كلها 3 مليار و600، يعني أنا بتكلم تقريبا ربع المحفظة لو ما كنتش دخلت المبادرة ما كنتش أخدتهم. طيب عايز أعرف من حضرتك شايف إزاي شروط المبادرة؟ شروط ممتازة. أولا حكاية إنها تبقى على 30 سنة دي حاجة، ده حلم كبير جدا، ودي يعني ده تقريبا هو ده الاتجاه بتاع الدولة، إن إحنا بنشجع الشباب إن هم يرتقوا سواء علميا سواء حياتيا. حتى النهارده لما يجي الشاب عنده 25 سنه ويدخل في المبادره دي او 30 سنه ويدخل في المبادره دي ويدفع قسطها على 30 سنه، هو اكيد اللي هيدفعه ده اقل بكتير جدا من ايجار اي شقه هياخدها.
فدي بالنسبه له ممتاز. هي مش بس هتقصر على 30 سنه، هي هتبقى لاي حد بحد اقصى 30 سنه. فدي اللي عنده 50 هيقدر ياخد 10 سنين، اللي عنده 20 25 30 هيقدر ياخد لغايه 60. طب من وجهه نظر حضرتك في اي نوع من التعديلات او الاضافات ممكن تضاف للمبادره؟ هي في الوقت الحالي طبعا ما فيهاش تعديلات، وان كان ان احنا كان في مطالب ان يبقى في شريحه تانية بنسبه اعلى شويه بمبلغ اعلى شويه من المليار من 1,400,000، واعتقد ان دي اللي بيدرسها دلوقتي البنك المركزي. مبادرات زي دي بقى ازاي حضرتك ممكن تبقى شايف ان هي بتعمل رواج في السوق، او يعني ازاي ممكن تساعدنا؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا في 10 سنين من 2004 ل 2014 كل شركات التمويل العقاري العامله في مصر عملت تقريبا 35,000 عميل تمويل عقاري. من 2014 الى يومنا هذا زادوا بس على الرقم ده 370,000 مستفيد من مبادره بنك المركزي. فتخيلي احنا في 10 سنين عملنا 35,000، وفي 6 سنين عملنا 10 اضعافهم او اكتر من 10 اضعافهم. فده في حد ذاته كفايه. يعني احنا لو قلنا ان كل اسره، كل مستفيد بيمثل اسره مكونه من 5، فاحنا قعدنا 10 سنين بنفيد حوالي 150,000 مستفيد. وفي اخر 6 سنين العدد زاد لغايه 1.5 مليون مستفيد. طيب احنا النهارده بنقول ان المبادرات دي كانت تقريبا اجمالي التمويل فيها كان حوالي 35 ل 37 مليار جنيه. لما بنتكلم على مبادره ب 100 مليار جنيه يبقى احنا بنتكلم في 3 اضعاف الرقم ده. يعني احنا متوقعين 100,000 مستفيد اللي هم 100,000 اسره جداد. اوكي، شايف حضرتك ان احنا عندنا الثقافه بتاعت التمويل العقاري ولا لسه محتاجين؟ لا، هي دي المشكله الحقيقه. خليني اقول لك ان التمويل العقاري بدا في مصر من اول شركه انشئت اللي هي الاولى في فبراير 2004، وحاليا احنا 13 شركه. من 2004 الى الان اصيب التمويل العقاري باربع صدمات عنيفه. خليني اقولهم لك بالترتيب، احنا يا دوبك بدات الناس تعرف يعني ايه تمويل عقاري، وكانت جت الفاينانشال كرايزيس او الازمه الاقتصاديه العالميه، وبسبب التمويل العقاري في 2008 يا دوبك بدأنا برضو نتحرك عن التمويل العقاري بحاجة بسيطة. تاني بعدها في 2011 الثورة بدأنا نتعافى تاني شوية، جت 2013 الثورة بدأنا نتعافى تاني في 2016 بالظبط كده 2016 التعويم وفرق سعر العائد، تاني 2020 كوفيد. فدايما محاط بالصدمات. عايز اعرف من حضرتك شايف ازاي اداء شركات التمويل العقاري الفتره دي؟ والله انا شايف ان شركات التمويل العقاري على العدد الموجود والحجم المتاح للتمويل العقاري، لا احنا بنجاهد الحقيقه. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يعني احنا في عندنا منافسات كتير قوي، منافسات لينا مع البنوك، منافسات لينا مع الديفلوبرز نفسهم المطورين العقاريين، لان هم بقوا بيبيعوا بتمويل عقاري بس داخلي. ايه راي حضرتك في ادائهم برضو الفتره اللي فاتت؟ هو المشكله اي حد بيشتغل شغلانتين، شغله بتاعته وشغله مش بتاعته، بيبقى عنده قصور في واحده منهم. دي ما فيش فيها جدال، وده دايما اللي احنا بنقوله للديفلوبرز. احنا بنقول لهم اشتغلوا معانا احنا نبقى بارتنر، يعني شركه، ما نبقاش خصوم او بنتربح من بعض، احنا شركه. انت اعمل شغلك، طور عقاريا، واحنا نمول ونحصل، لكن ما تشتغلش الشغلانتين لان هيبقى في واحده فيهم فيها قصور. عايز اعرف بقى من حضرتك ايه رايك في الرقم القومي للعقار، يعني شايف الموضوع ده ازاي؟ الموضوع ده بقى مهم جدا، وانا من زمان بتكلم فيه، وبتمنى ان احلامنا كلنا اللي بنشتغل في مجال التمويل العقاري تنفذ. خليني اقول لك ان النهارده مشكله الرقم القومي للعقار دي احنا بنتكلم فيها من زمان، وكنا بدينا في الكلام ده بان احنا بنقول عايزين نعمل سجل العيني للعقار. سجل العيني للعقار يعني انا مش دعوه بمين مالكه، انا لا دعوه بالعقار ده. فكان لنا مقترحات كتيرة، ومن أهم المقترحات دي إن إحنا بنقول القديم هنصلحه وده ما فيش فيه مشكلة. طب الجديد، أي حد بياخد رخصة مبنى مثلا عمارة 10 شقق، من أول يوم وهو بياخد الرخصة تسجل أو يتفتح 10 سجلات ل10 شقق باسم صاحب المبنى. مجرد ما يبدأ يخلص مباني خلاص بتتحول من تحت الإنشاء لمنشأة، مجرد ما يبدأ يبيع تتحول من ملكيته لملكية العميل، ودي تبقى أمرها هين جدا. لكن احنا بنستنى لما العميل بيجي يشتري الأرض ويبني المبنى وبعدين يبيعه، وبعدين يجري بعد كده المستثمر أو المستفيد أو المشتري يدور على وسيلة يسجل بها العقار باسمه. فهي من البداية مفضل
ان هي من اول ما العميل او المشتري الارض يبدا ياخد رخصه المباني كل الوحدات في هذا المبنى سواء تجاريه او اداريه او سكنيه تتسجل من اول يوم مع الرخصه باسمه وتسمى تحت الانشاء. لما يخلص الانشاء ويتم مراجعه ومطابقه المبنى للرخص المباني تحول بعد كده تامه الانشاء ويقدر يبيع بعد كده مفيش مشكله ويتنقل الملكيه بسهوله. فانا نفسي لو ده اتحقق وده يجوز جدا تحقيقه بسهوله في المجتمعات العمرانيه، لان هو جهه واحده هي اللي عندها مين اللي اشترى الارض، هي اللي بتطلع على الرخصه، هي اللي بتعمل مطابقه وبتتاكد انه مطابق المواصفات، وهي كمان اللي بتبقى عارفه مين اللي مالك لكل وحده لو تم التنازل عن حصه الوحده في الجهاز. عايز اعرف من حضرتك ايه المعوقات اللي من وجهه نظرك كده بتقابل السوق العقاري الفتره دي؟ احنا بالنسبه لنا ولا السوق العقاري عموما؟ لا السوق العقاري عموما. طبعا السوق العقاري في الموضوع بشكل عام وبعد كده بقى بالنسبه لكم انتوا بالاخص. طيب السوق العقاري طبعا من المعوقات اللي بتقابله في الوقت الحالي طبعا الركود اللي حاصل في الفتره دي بسبب ازمه كورونا، ده ادى الى يعني الى حد كبير في التاثير عليه. مفيش سبب تاني اكتر من ان ارتفاع كمان اسعار الخامات ادى برضو لارتفاع ثمن العقار، وادى لان حركه البيع بدات تنخفض شويه. وبصراحه في ناس كتيره جدا منتظره اعلان الدوله عن المدن الجديده، لان هو ميال انه يروح لمدينه جديده مدينه ذكيه اكتر من انه يدور على حاجه يشتريها دلوقتي في المدن الحاليه. ففي ناس كتير منتظره العرض ده. بالنسبة لشركات التمويل العقاري طبعا احنا تأثرنا تأثر شديد بسبب ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات في الفترة اللي فاتت من 2016 من التعويم إلى اليوم، ولكن بدأت الناس تتأقلم خلاص. يعني احنا بنقول ان تقريبا سعر العقار اتضاعف خلال الفترة دي، بس خلاص بدأت الأمور تستقر وبدأ يبقى فيه معروض مخلي سعر العقار ثابت ما بيزيدش بشكل عالي. فده يعني الفترة الجاية متعشمين انها تبقى احسن من الفترة اللي فاتت شوية ان شاء الله باذن الله. قروض التشطيبات بقى خلينا نتكلم اكتر عنها، وايه راي حضرتك فيها بالذات ان الفترة اللي فاتت يعني ابتدت الناس تسمع عنها كتير؟ خليني اقول لحضرتك قروض التشطيبات لم تنتعش لاسباب كتيرة جدا، لان القانون حط شروط ان الشركة او الجهة اللي بتمول قروض التشطيبات تتابع التشطيب وتشوف المؤيسات وايه اللي تم تنفيذه و و و، فده كان عبء شديد جدا على الشركه طبعا، وكان عبء كمان على الشخص اللي بيطور او بيحسن بيته، لان هو مضطر في الحاله دي يجيب مقاول معتمد ويعمل له مقايسه وجدول اعمال وتبدا الشركه تتابعه. الكلام ده ما نجحش قوي، لانه اغلب الناس اللي انا جاي بدور شقتي بجيب عمال انا بنفذ بنفسي، ما بضطرش اجيب مقاول، فما نجحش بالقدر الكافي. وان كان في دلوقتي عندنا منتج بيساعد الناس علشان تاخد قروض تشطيب، احنا عندنا منتج اسمه اعاده التمويل. اعاده التمويل يعني ايه؟ يعني حضرتك تمتلكي شقه او عقار وبتاخدي ما قيمته قبل لغايه 80% من قيمته، بتاخديها فلوس تنفذي بيها تشطيب بالطريقه اللي تناسبك. حلو قوي ده، وبضمان العقار اللي انا قيمته من اول يوم. فده بقى ده اللي يمكن اللي بيساعد دلوقتي في تشطيب العقارات، لكن منتج التشطيب كان صعب شويه، يعني لم ينجح مش بالقدر الكافي. حجم التمويلات بقى اللي كانت للشركه الفتره اللي فاتت، خلينا نقول السنه اللي فاتت، احنا من ساعه ما الشركه بدات تقريبا لغايه النهارده يعني احنا بنتكلم في 17 سنه وشويه اهو، الشركه عملت تمويلات في حدود 3.6 مليار جنيه. أوكي. القائم منها حاليا حوالي 2 مليار جنيه، ده معناه ان الناس سددت تقريبا نص القيمه خلال الفتره الزمنيه دي. طموحاتنا في الفتره اللي جايه ان احنا تقريبا ان شاء الله يعني الخطه الخمسيه يعني زي بيقولوا احنا نبتدي بمليار جنيه السنه الجايه وتتزايد سنويا ما بين 20 ل 25%. ففي خلال الخمس سنين اللي جايه المفروض ان احنا نوصل ل 2 مليار جنيه حجم تمويلات جديده سنويا. طيب ايه التسهيلات اللي ممكن تكون بتقدمها الشركه الفتره اللي جايه؟ خلينا اقول لحضرتك احنا بتاكد او اللي احنا اللي بنشتغل عليه دلوقتي، وده اللي بيساعدنا في نظم المعلومات اللي عندنا انها قويه جدا، احنا اللي بنركز عليه جدا دلوقتي ان احنا نقلل الفتره الزمنيه اللي بنحتاجها للموافقه على منح التمويل.
يعني هي دي دايما كانت المشكله في شركات التمويل العقاري. قبل ما بنجيب المستندات والعميل يروح الشغل العقاري ويجيب مستندات و كان بياخد فتره زمنيه كبيره جدا، فكانت دايما تسمع من الناس ده انا عشان اخد القرض قعدت 4 شهور 3 شهور. لا، احنا بنحاول دلوقتي نساهم بان احنا نساعد في استخراج المستندات اللي صعب على العميل يستخرجها بفتره زمنيه اقل، وحاطين عندنا تارجت في الشركه ان القرض لا يزيد فترته الزمنيه داخل الشركه اكتر من 3 لـ5 ايام عمل حد اقصى. كويس قوي، علشان ما ضيعش فرصه على العميل وهو بيشتري عقاره، لان ممكن تبقى الفرصه قدامه في عقار قدامه لقطه وهو عايزه، وعلى بال ما تخلص اجراءات التمويل يكون العقار اتباع لحد تاني. فاحنا بنحاول نساعد العميل ان هو يستفيد من التمويل العقاري في اقل زمن ممكن نقدر نعمل التمويل فيه. طيب نرجع تاني بالنسبه للمبادره، الناس بتقول انه الاجراءات بتكون صعبه جدا، يعني بمناسبه ان حضرتك كنت بتتكلم عن الساعات بيكون فيه الاجراءات صعبه، ففي ناس برضو بتتكلم على انه ده بيحصل في المبادره. لا، انا بعترض على دي بشده، بالذات المدن الجديده دايما بيبقى فيه كلام. انا هقول لحضرتك انا بعترض على دي بشده. اولا الاجراءات لغايه ما يمضي العميل العقد اجراءات انا شايف انها في منتهى السهوله. عميل بيشتري كراسه شروط من البوسطه، وبيدخل الداتا بتاعته على الانترنت ويحط البيانات بتاعته والشاشه والمستندات بتاعته، بيعمل لها سكان ويحطها على الانترنت وبيدخل السايكل بتاعته. دي زي يعني بتتعمل بشكل عشوائي. أوكي. ففي واحد بعد ما بيقدم بشهر بيجيله، وفي واحد بعد ما بيقدم بـ6 شهور بيجيله، هو حظه. طب هل دي الوحدات الحكوميه ولا الوحدات اللي مش حكوميه؟ لا، احنا بنتكلم على المبادره محدود الدخل. تمام. وبعد كده بيبدا عن طريق صندوق الاسكان الاجتماعي، بيبدا يعمل استعلام ائتماني عن العميل، وبيبدا بعد كده يوجهه لوحده من جهات التمويل سواء بنك او شركه. اعتقد انه مجرد ما بيدخل بنك او شركه المفروض الفتره الزمنيه ما بتزيدش عن شهر لـ2 شهر بيكون خلص اجراءاته. طب ليه شهر وشهرين؟ لانه عاده بيبقى فيه مستندات بتجدد، يعني هو كان جايب مستند دخل محتاجين مستند دخل جديد، كان عنده قرض في مكان ما محتاجين ان احنا واتقفل، محتاجين يجيب لي مستند من الجهه اللي هو واخد منها القرض ان القرض اتقفل. فدي اللي بتخليها تاخد وقت شويه، ودي برضو ليها لقب ان احنا بعد ما بنخلص اجراءاتنا الائتمانيه ونوافق على العميل ونخلص كل حاجه وبيدفع باقي مقدم الثمن، بنستنى لما يتم تخصيص من خلال وزاره الاسكان، هيئه المجتمعات العمرانيه او صندوق الاسكان الاجتماعي، يتم تخصيص وحده سكنيه ليه. فده بياخد وقت شويه برضو. احنا سمعنا ان البنك المركزي بيدرس تمويل مبادرات بـ3 مليون جنيه، هل الكلام ده يعني صحيح، او لو صحيح ايه تاثيره على السوق الفتره اللي جايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك المبادره القائمه حاليا اللي هي الحد الاقصى لسعر الوحده 1,400,000. اوكي. والحد الاقصى لدخل العميل لو كان اعزب 10,000 جنيه اللي هي متوسط الدخل، والاسره 14,000 جنيه. فدي فئه من المجتمع عندنا محدود الدخل اللي هو دخله 4,500 جنيه ولو أسرة 6. صح. وبعدين عندنا متوسط الدخل 10 و14، ودايما البنك المركزي بينزل مبادرة وبعدين يروح عامل مبادرة أعلى شوية بسعر عائد أعلى سنة صغيرة. فأعتقد أن المبادرة دي هتبقى لخدمة الفئة متوسطة والأعلى من المتوسطة شوية. ودي برضو فئة محتاجة، لأن هي دي اللي عندها دايما الطلب. خلينا نقول أن خلال السنين الطويلة اللي فاتت في الفئة اللي هي فوق المتوسط والمرتفع ده حصل له تشبع، ده كم من المباني والمجتمعات اللي اتبنت خلال الفتره دي تخدم هذه الفئتين دول كان كبير جدا. فالنهارده الدوله بتحاول تساعد الفئات الثانيه اللي هي ما عندهاش الفرصه دي. فعملنا اول ما بدات مبادره البنك المركزي في 2014 كانت بتتكلم على فئه محدود الدخل ومتوسط لحدود معينه، وبعدين لقوا ان المتوسط لحدود معينه دي ما هياش كافيه، فقاموا عاملين شريحتين تانيين للمتوسط، علوا شويه الشريحه الاولانيه وعملوا شريحه جديده تانيه، وده نفس اللي بيحصل دلوقتي. في عندي محدود الدخل وعندي متوسط الدخل اللي هو لغايه وحده قيمه 1,400,000، هيعملوا فئه تانيه اعلى شويه اللي هي الفئه فوق المتوسط بشويه لغايه 3 مليون جنيه. طبعا زي ما بقول لحضرتك لو احنا بنتكلم على ان العميل هياخد القرض ده على مده 30 سنه كل 100,000 قسطه 500، يعني اللي هياخد 1,000,000 هيدفع 5,000. اوكي. بالتاكيد ما فيش شقه ثمنها 1,500,000 لان هو هيدفع مقدم، ما فيش شقه ثمنها 1,500,000 هيدفع فيها ايجار اقل من 5,000. حضرتك شايف ان ده كافي الفتره دي؟ طبعا يعني الرقم لغايه 3 مليون ده رقم لوحده سكنيه محترمه جدا في مكان محترم جدا للفئه اللي تقدر تدفع. صح. اوكي.
طبعا احنا نستاذن حضرتك انه اي اسئله هتجيلنا بخصوص المواضيع اللي زي دي برضو التمويل العقاري ممكن نكتب اللينك ونرجع لكم فيها على صوت خاطر. ده انا نفسي يحصل حاجه زي كده، لان احنا دايما عندنا مشكله ان التمويل العقاري المعلومات عنه قليله جدا، وكان سيء السمعه لانه دايما كان بيتقال عنه معلومات خاطئه. صح. فاحنا نفسنا فعلا ان اي حد عنده استفسار احنا عندنا الردود، لان دي شغلتنا، ما تسمعش من حد، اسمع مننا احنا. احنا اللينك هنحطه على الشاشه دلوقتي، اي حد عنده اي سؤال هنستناكم. طبعا هيبقى في ناس متخصصين هم اللي بيردوا. فده هيبقى طبعًا. هيفرق جدا طبعا. انا بشكر حضرتك جدا ومبسوطه جدا ان حضرتك كنت معايا النهارده. شكرا. ولازم ان شاء الله نكرر اللقاء ده ان شاء الله. اشكرك جدا. شكرا. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا يوم الجمعه الجايه الساعه 7. اشكركم.